والقتل عن طريق الحرق وإيقاع أشد العقوبة. سمعت التهم المنسوبة إليك يا حنان؟ سمعتها. شو قولك بهالتهم؟ أنا ما دخلني بكل هالحكي اللي عم ينحكى. مين موكلي للدفاع عنك؟ ما بعرف. طيب أحد المحامين الموجودين بالقاعة يتفضل يتكلف على المتهمة. بتوكلي الأستاذ يا حنان؟ سيدي القاضي، الدفاع يرى مطالب النيابة العامة غير جدية. أطلب التأجيل من أجل سماع شهود الحق العام. سيدي القاضي، أنا موكل من قبل السيدة رويدة خباز شقيقة المغدور عماد خباز من أجل الادعاء الشخصي، وأطلب استدعاء الشهود. عندك اعتراض أو طلب محدد؟ لا سيدي. تؤجل الجلسة لحين استدعاء الشهود. مرحبا. أهلين. لازم فوت شوف اللي جوا. إيه ممنوع. أنت شو خسران؟ بس اطمن عليها. طمن، ما فيها شيء. أنت بس خليني شوفها واطمن عليها وحاكيها كلمتين. ولا كلمة ممنوع. طيب خليني طلع عليها من الباب وحاكيها كلمتين. الله يخليك، لا تخرب لبيتي، زيارة ممنوعة. طيب بس أنا لازم طمنها. مين أنت يعني؟ أنا الرسام فؤاد. شو يعني؟ شو بتقلها؟ ولا حدا ولا حدا. بس إذا عطيتك شغلة بتوصل لها إياها؟ إذا مو ممنوع معلش. لا طبعاً مو ممنوع. هالباكيت الدخان هون بالمشفى؟ إيه، إلا هي من فؤاد. وكمان إذا في مجال توصل لها 500 ليرة. طيب إلا شيء؟ بس إلا أنت، هدول من الرسام فؤاد. طيب ماشي. شو مو ناوي تدخل لها هون؟ بعد شوي. يعطيك العافية. فايقة؟ هدول الدخان والمصاري جاب لي كان واحد اسمه فؤاد. باسم الشعب العربي في سوريا، تقرر بالاتفاق تجريم المتهمة حنان سالم بجناية القتل العمد وفق أحكام المادة 535 عقوبات عام وإتلاف الممتلكات بالحريق. ثانياً، الحكم عليها بالإعدام بجهة جرم القتل العمد. ثالثاً، وضعها في سجن الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 15 سنة بجهة جرم إتلاف الممتلكات بالحريق. رابعاً، دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد، وهي الحكم بالإعدام حكماً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقد. صدر وأفهم علناً. شو؟ حكمت إعدام. يا عدرا، إعدام؟ وما لقيت ولا حدا يحكي كلمة وحدة. وشو بعدين؟ وهالولد؟ أنا باخده. أنت ما فهمتني يا فؤاد، الولد رح يربى هون، نحن عطينا عهد لأمه. بس معقول يربى هيك بدون لا أم ولا أب؟ هالشي اللي صار مو صحيح، أبداً مو صحيح، وأنا ما رح أسكت. شو بنقدر نعمل؟ نطلب له عفو خاص؟ بريئة يا أبونا، حنان ما عملت شي، صدقني بريئة، حرام هيك حرام. هلأ بدنا نبقى نحكي هيك؟ نحن حتى ما فكرنا نجيب له محامي. كنا واثقين من براءتها، بس أنا خلص رح شوف محامي. تعرف واحد؟ ما رح شوف غيره، محامي الست رويدة، هو اللي جاب الإعدام وهو اللي لازم يطعن فيه. اليوم المساء لازم أروح لعنده. فقتي؟
شو ليش ما عم تحاكينا؟ مو معباين عينك يعني يا خانم؟ شو بها هي؟ تركيا الله يعينها محكومة اعدام. ايه الله يجيرنا. يعني كل الشهود والأدلة ما بتثبت عليها التهمة، والشك لحاله ما بيكفي لهيك حكم. أنا ما توقعت إنه يحكمها إعدام. إيه بس أنت طلبت الإعدام. بهيك قضايا بنطلب العقوبة الأشد، بس ما بنتوقع إنه نحصلها. أستاذ أنا كان ممكن روح لعند واحد غيرك، بس الحقيقة جيت لعندك لأطلب منك تحكم ضميرك. أنا وقت سمعت منطوق الحكم حسيت بحجم المشكلة. فعلا في ظلم. يعني منقدر نعمل شيء؟ انا شخصيا رح اتوكل عنها واطعم الحكم. يعني منقدر قانونيا شهاده الشهود غير كافيه لاثبات التهمه، لانه شهادتهم مبنيه على الاستنتاج مو على المشاهده، اي ما في شاهد عيان. إيه بس كمان ما عندنا ولا شاهد ينفي عنا التهمه، وهيك النفي والاثبات متعادلين، شو ممكن يصير؟ صعب تطلع براءه، بس بنطلب تخفيف الحكم. معناها لازم نحاول. بس أرجوك يا أستاذ، مثل ما اشتغلت على العقوبة الأشد بدياك تشتغل على البراءة. محكمة النقض مستحيل ترفض الطعن، بس بترجع القضية لنفس المحكمة ولنفس القاضي. كيف يعني؟ مستحيل تطلع براءة، لأنه ما عندنا أدلة حاسمة، بس القاضي رح يخفف الحكم لأنه ما عنده أدلة إثبات كافية. سامي، هاي الأرض كانت معمل أبوك وهلأ صارت إلك، بس بكرة يا حبيبي رح تكبر وترجع تعمرها. بس يا سامي، الدنيا فيها ناس لا بتحفظ الود ولا بتصون العشرة، ومنهم هي المجرمة اللي دمرت لك حياتك واللي ما لازم تنسى اسمها أبداً، وهي حنان سالم. ما تنساها، ما تنساها يا سامي. ايه ايه يا عمتي. وأنا مدام. أنت شو؟ يعني عفوا بس أنا هيك رح أصفى. طمن، ما رح تصفى بلا شغل، ولو إنك ما بتستاهل. لك بكفي إنك جبت محامي رح أتعاطف مع المجرمة ووقف معه. مدام أنا ما دخلني. عكل إن أنا رح سافر على دبي عن زوجي، وسامي رح أخده معي، الله عوضني فيه. وانت دير بالك على البيت هون واللي بحمص، ورح يوصلك كل اول شهر راتبك. امرك مدام. هشام، اي تهاون بالعمل انا ما رح اتسامح معه. بامرك. يلا ماما سلم. لإسقاط الحق الشخصي والأسباب المخففة الناتجة عن طلب الشفقة والرحمة، تنزيل العقوبة للأشغال الشاقة مدة 20 سنة، حكماً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً. شو عم تقول؟
هيك صار. طبيب السجن حولها لهونيك. مستشفى المجانين؟ معقول؟ صار لها كذا شهر ما حكت ولا كلمة وما عادت أكلت. بس هي إذا بتضل مستشفى المجانين بدها تجن عن جد. طيب كيف بدنا نطالعها؟ ما بعرف، بس ما لازم نضل هنيك أبدا. رح روح زورها هونيك. لا يا فؤاد، ما بدك تزورها وبس، بدك تطالعها. أنا ما رح أقصر، بس ماني عارفان شو بدي أعمل. روح لعند المحامي عبد الغني. إيه فعلا، مالي غير هيك.